بحكم قربك من اللجنة المنظمة والمشرفة على الصلاة الموحدة، سبب عدم ظهور مقتدى الصدر وإمامة صلاة الجمعة وإلقاء خطبتها، هل برر هذا الموضوع حتى اللحظة؟ نعم، تناقلت أخبار وتداول بعض المنظمين الحديث في أن السيد مقتدى الصدر كان حاضرا هنا منذ الصباح الباكر لمشاهدة أو للاطلاع بكثب عن قرب للإجراءات التنظيمية، لكن لم يحضر إلى الصلاة تحسبا لحدوث أي خرق أمني وخوفا على حياته، أيضا من أن يكون هنالك أي محاولة للاعتداء على السيد مقتدى الصدر، على الرغم من أن السيد مقتدى الصدر وسط مناصريه ووسط أنصاره ومحبيه هنا في مدينة الصدر، لكن خوفا على حياته لربما في الصلوات القادمة سيحضر السيد مقتدى الصدر بعد أن تكون هنالك سلسلة من الإجراءات الأمنية، لكن في هذه الصلاة هو أكد على أنه إن لم يحضر فسيحضر من ينوب عنه ويلقي كلمته، وبالتأكيد حضر من ناب عنه وألقى بكلمته الكاملة في الخطبتين وفي الصلاة. أنا أشكرك جزيلا محمد فراس، كنت معي من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.